سلام البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو، هذا الاخوات طلبوا مني اعادة الفيديو ديال القديرة. الطريقة كما كتشوفوا معها سهلة، كنحط واحد الغطاء وندير واحد في واحد، ولكن من الاحسن تشوفوا الغطاء ديال الطون هكا، دوك العلبات اللي كديروا بهم بيتزا مني يتخواو وصلهم يبقاو عندكم، ولا ديك العلبة ديال اللي تيكون فيها الزيتون ولا تيكون فيها الذره معلبه، حتى هي تخزنوها قبل كدهني بزيت الزيتون وكتدهني المكان مزيان. عاد الطريقه اللي شفتوها سهله، كتبقاو بالمكان المكان. انا ما قدرتش نهبط لكم نوريكم كل شيء، راكم عارفين. تحيه لكم. وبالنسبه للبنات اللي جربوا العديد من الوصفات وتيقول لك باننا ما يعني المشكل ديال النحافه مازال هو هو، جربوا التحاميل، جربوا السيروات ديال الصيدليه، جربوا الاعشاب اللحسة ولا هكا الوصفات الطبيعيه، ولا يعني ما كاينش الحل. قبل خصني نشوف اش من مشكل اللي تيكون عندها بومزوي عفوا سمحوا لي تنعرفو صعيب. هو شكل عصب بومزوي تيخلي الفتيات حتى الرجال حتى هو نفس الشيء، كيبدا من الصغر. دابا الوليدات الصغار حتى هو تيكون معذبهم. البومزوي تيشدك الامعاء ولا تيشدك المعده ولا تيشدك المصران، تيسبب لك الخوف، تيسبب لك القلق. تكوني اللي كليتي الله حتى لا درتي شي سيرو ودرتي شي لحسه وكليتي تتحسي بالجوع، ولكن راكي ما كيبانش عليك كتقولي انا يا كليت. المشكل بومزوي صعيب عالجوه. هو اولا هانتوما شفتوا العضله تبارك الله راه تجبدات. انا الغرض ديالي ماشي تجبيد العضله، انا فقط عندي هاد المرود الايسر تيحرقني ملي كنصبن ولا تنهش حاجه ثقيله. كنعرفو نهار التخمه نهار التصيق راه تنجمعو البرد تنتعداو على الصحه ديالنا. كنديرها كنهبط عليها من الفوق حتى لتحت، لتحت كندير غير بديك الكيسه العاديه. الصراحه كان بحال مشيت للحمام، كنحس بواحد الراحه بواحد الدفء. كما قلت لكم ذكرنا سابقا المشكل ديال بومزوي، عالجي بومزوي وان شاء الله راه تعود الماكله تبان عليك. حيت الا ما عالجي بومزوي بزاف الناس تعرف ببومزوي، كاين اللي مسكين هكا بحال ستيلو ما خلى، والطبيب تيقول لك عندك عصب واخا كتشربي الدواء وكتاكلي من وراء اللحسات او هكا هادشي ديال زياده الوزن راه ما تيبانش فيك. ان شاء الله الا بغيتو نعطيكم وصفه ديال بومزوي راني حاطه في القناه. كاين مشكل ديال الديدان، كنعرفوا الديدان كاين ما تتحكش، عارفاش بان عندها الديدان. هادوك تاني مشكله اللي كليتها تياكلوا معاك حتى هما كيقلقوا، كتحسي بواحد الجوع اللي كتاكلي من وراه كتحسي بواحد الجوع وكتقولي انت عادي. لا راه ماشي عادي، هادوك راه حناش ياكلوا معاك، حتى هو من مسبب النحافه. ضروري تقتلي الديدان، حتى هي راه عندي في القناه ان شاء الله بغيت نشارك معكم علاش لا. عاد كندوزو للمشكل الثالث اللي هو البرد في الجسم. كنحسو ماشي البروده، البروده هي روماتيزم. البروده الام كتكون في الدم ولا كتكون في المفاصل، الله يحفظ السلامه صعيبه هذيك تتبعي مع الطبيب. كندوي على البرد، تحسي بالقدمين ديالك باردين، تحسي بالكتاف ديالك باردين، خصوصا في الفصل ديال البرد. كنعرفو فصل البرد راه طويل، كاين اللي تعري راس ديالها تحس بيه بارد، تحس بيه بحال محلول. كاين اللي تحس بالبرد في الظهر، كاين اللي كتحس بالبرد في الجناب ديال الكلاوي ديالها، في قدام ديال الوالده ديالها، في المراحم. المشكل البرد الى حتى هو من مسببات النحافه، لاني مادام جسمك بارد الاخت الكريمه هادي راه غنقول لكم والله ما تغلطوا، هادي عن التجربه ديالي. عالجي البرد راه المشكل ديالو ساهل، تبقاي تشربي مشروبات دافئه وتديري هاد القديره هادي، راه ملي غتعملي هاد القديره وترتاحي وتشربي هاد المشروبات هاد الساخنه راه والله الا تحسي براسك بحال جايه من الحمام. كنعرف داك الاحساس ديال انك جايه من الحمام، كتحسي بواحد بانك دافيه ان شاء الله كتبدا تبان فيك النعمه. كتبقاي اللي كليتي الله ما جاك تاكلي غير حبه حلاوه مع التمر، الله ما جاك غير تاكلي هذا الزنجلان مع ياغورت، كاين اللي كدير غير الحلبه مع العسل. اي حاجه نتوما شوفوا الطريقه راه سهله، اي حاجه كليتيها تتوالمك. علاش؟ لانك عالجتي المشاكل السابقه يعني اللي ذكرنا. الا كانوا عندك هادو كلهم، اما الا كانوا عند كلهم راه من المستحيل. واحد الاخت كريمه قالت لي عندي بومزوي
وعندي جسمي بارد وعندي مشكل ديال الديدان. قلت لها اختي هادو كلنا عارفينهم، هادو الا تجمعوا لكم ثلاثه غتبقاي دائما نحيفه وغتقولي بانني عييت من الخلطات وفقدت الامل. ما تفقديش الامل اخت الكريمه، عالجي كما وريتكم هالطرق ان شاء الله بثلاثه. بوم زوي حتى هو من مسبب النحافه، الديدان مسبب النحافه، عاد البرد في الجسم. كنعرفوا البرد في الجسم بزاف ديال البنات عاد تزوجوا ومن المستحيل انها تولد كتحس برجليها غيتقطعوا بالبرد واخا كتلبس 16. تبعي ان شاء الله الكيسان دوك الصغار، تبعيهم من السيقان ديالك وحتى النص في الفخاد ديالك، والقديره تبعيها من الارداف ديالك والاسفل الظهر وتحت السره. هادو كلهم راه كاين كلشي حاطه في الفيديو، هادو كلهم ان شاء الله ملي كتبعيهم تتحسي بواحد الدفء في الجسم ديالك. عاد المشروبات، مشروبات بسيطه ممكن انك تعملي ماء مغلي، ديري معاه معلقه صغيره ديال القرفه. وعلى فكره هاد العمليه ممنوع ديروها نتوما فيكم الدوره الشهريه، ممنوع. انا غنوريكم كيفاش كتبسمي اللحم، شتوها انتوما اللي بقيت تجبد في العضله راه غتبان، عندها واحد داك التاثير وعندها واحد الايجابيات زوينه هاد الديره هادي. انا كنديرها وخلو العافيه تشد مزيان، هاد الديره ما غتشديش دابا غنعاودها، خلو حتى تشد غير مع التصوير ما بقاش كيندير دابا، شدت غير شي شويه هي تتجبد اللحم وتتزيه، ومن الله تحسوا بواحد الدفء، كتنشط لك الدوره الدمويه اولا، كتحسي بواحد الدفء واحد الحركه وتحسي براسك نشيطه. حتى ملي كتعملي هاد القديره هادي كدوز عليك واحد المده كتحسي براسك نشيطه خفيفه، وكت سبحان الله كتحسي بانك باغا ديري شي حوايج ما كنتيش دايراهم. المهم حتى هي عندها واحد السر سبحان الله، حتى على العقليه ديالك ملي كتنشطي الدوره الدمويه كترتاحي. وكنعرفوا الانسان اللي يرتاح من الاعصاب كيبانوا لك شي حوايج كنتي ناسيهم او زعفان عليهم. جربوا القديره، انا كنوريك راني عاودت راه تبشدتش في الاول، خلو حتى تشد العافيه مزيان، كل ما طلعت العافيه بحال هكا غتشد مزيان، كل ما طلعت العافيه. انا غير كنشوف على التصوير ما نقدرش باش نخاف تحرق، كل ما طلعت العافيه مزيان كل ما نجحت معاكم. بالنسبه للبنات اللي عندهم اللي مقبلات على هادو اللي ان شاء الله تزوجوا وبغاو الوليدات، راه كيديريها على معده فارغه، معده فارغه، او من الاحسن تستشري مع النساء اللي تيعملوها، راه ان شاء الله يكون خير. كنعرفوا انك يكون عندك البرد في الرحم يعني واخا تمشي عند الطبيب حتى تعياي، لان بزاف النساء ولدوا على هاد القديره العصريه. تستشري مع، سمحوا لي راه كنقطع، تستشري مع النساء اللي تيعملوا القديره وتيعطوك اعشاب، راه ان شاء الله غير شهرين حتى ثلاثه كتنقى لك الرحم. ما نقولش لكم الكميه ديال البرد تخرج لكم من الرحم ديالكم، راه حتى النساء اللي عادي ما بقاش بغات تولد عندها المشكل ديال التكبد هكا الدم الفاسد في الرحم كتنقي، راه ماشي عندها غير هاد القله. نقول لكم عندها دور كبير في التسمين، انا كنسميها راحه نفسيه، عندها علاج ما نقولش لكم قليله في حقها اللي قلت لكم راه زوينه، عندها واحد العلاج زوين بالنسبه للمراه. هذه خصكم تاخذوها بحال شي تريتمون، يعني علاش قلت لكم تعلموا ليها ودخلوا القناه عندي وتعلموا لها كيفاش، ولا اي قناه، انا ماشي ضروري القناه ديالي، تعلموا لها كيف تعلمت لي انا. راه واحد المده ديال سنه كامله وانا كنتكرفص فيها، كنشري هاد القله ما كنعرفش ليها كطيح ليا، كنشري هاد القله غير الحمد لله الطيره رخيص، كنشريتو ماشي غير الصغار، ما عرفتوش خضروا غير فهاد ديال باش كنشربوا الماء باش تعلموا. مره كنتحرق، مره كتحرق ليا شي ليزار. المهم واحد ما نكذبش عليكم، واحد المده ديال سنه كامله عاد باش وليت كنتحكم في هاد القله، وليت كنتحكم فيها. دابا ولو عندي كيسان، راني فايت مجربه معكم، عندي كيسان، عندي قله ديال الطين، عندي المهم كاين اشكال، كنسميها انا راحه نفسيه. هاد القديره هادي راه عندها واحد السر شحال من تبارك الله، مرة كنعرفوها واحد السنين وهي عاقرة، ربي كيفرحها ملي كدير هاد القديرة هادي. علاش؟ كتنقي لك، عندها واحد السر عظيم، غير ما ديروهاش أثناء الدورة الشهرية. أنا كنقولها ونعاودها، ملي تكون فيكم فترة الحيض دفاو تشربوا مشروبات ساخنة مثل القرفة مثل الزنجلان، كنعرفوه هذا هو الفترة اللي خصكم تشربوا فيها كتخزنوا، كتشرب القرفة ولا حبة حلاوة. علاش؟ كتنقي لك الرحم، ملي كتقرب تسالي لك هذيك الايامات الاولى، الايام نهار الاول نهار الثاني تشرب القرفه ولا الزعفران ولا حبه حلاوه، ونهار كتبغي تمشي عليك دير الزنجلان مع الياغورت او مع الحليب
اولا ديري مع التمر. علاش؟ باش ان شاء الله كتكوني جددتي لك، لان تنفقدوا بزاف الحوايج من ديك الحيض. هي راه مزيانه ولكن خصنا نعرفوا كيفاش نحافظوا على صحتنا. ومني غتجرب هذه الكديره ان شاء الله وتشوفي الا كان عندك المشكل ديال البرد في الرحم، تشوفي مع المده ان شاء الله غتشوفي الشهر الاول الثاني الثالث، تشوفي الدم الفاسد اللي يخرج لك. راه قلت لكم الا ما سمناتكم تعالجكم، انا كنقولها وكنقسم بالله الا هذه الكديره راه خصكم سبحان الله تكون عندكم في الدار، كيف عندكم المخاد، كيف عندكم الصالونات، تكون عندكم هاد الكديره. انا والله العظيم الا كنتعذب باش كنصور لكم، لكن راكم عارفين ما عنديش على ما نصور، كندير المستحيل باش انني نفيلمي وجالسه كندير هادشي كلشي اكراما لله وليكم نتوما المتبعين، باش ان شاء الله داكشي اللي انا استفدت منه نستافد منكم. كنتمنى ان شاء الله يوفقني هاد الفيديو ان شاء الله بتوصل اكبر عدد مشاهده وعلاش لا، وبغيت اكثر لايكات. حياكم الله اينما كنتم، واحد العدد كبير من المتابعين بغيتهم ان شاء الله يدخلوا لقناتي يا ربي، وتكملوا لي 20000 مشترك علاش لا. هذا فضلا من الله وفضل منكم، واي وصفه عطيتها لكم ما تخافوش منها لانني كنحذركم اي حاجه ما تكثروش منها. وهاد القله هادي ما تقلقوش، الا ما سمناتك راه تلقاي صحتك وراحتك، الا ما لقيتي صحتك وراحتك هانتوما دابا راني نحول الجهه الاخرى هانتوما. وراه ما نقولش لكم هذه غير ما كانش الدخان، يا عادي راه كي كنتمنى يعجبكم الفيديو.